بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها افطرنا، خلنا نشرب شاي. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم راح نتكلم عن طريقة تحويل الصورة العادية إلى صورة مرسومة يدويا، سكتش أو بالرسوم الفحم، تمام، أو بقلم رصاص أي كان، جيب أي صورة أوكي، ثم من خلال الطبقات من هنا سوي مضاعف للطبقة، تمام، يطلع لك طبقتين. طبعا المضاعفة عن طريق الأمر هذا. الآن بعد ما أنا سوينا مضاعفة تروح للأدوات، عفوا مرشحات، ثم تروح للتمويه، تستخدم التمويه هذا اللي هو غوسيه أوكي، ثم راح يعطيك اللي هو قيم كثيرة. بصراحة أنا جربت أكثر من قيمة، 7 حلوة، تمام، 7 زينة. الآن طلع عندنا الصورة مموهة شوي، طبعا تحت الصورة الثانية هي تهمنا الصورة اللي تحت، لأن هي راح تمسك قيمة الصورة أصلا. راح للألوان وعكس، عكسنا الألوان. الحين بعد عكس الألوان راح نسوي من عند العتام المنطقة هذه، راح نسحب هذا بحيث إنه يكون 50%، أوكي، يعني 51 مش كده، أوكي. الحين صارت عندنا الصورة تقريبا جاهزة. بعد ما أننا حطينا اللي هو ضابط للعتام، اضغط على الصورة اللي فوق بالزر الأيمن ثم ادمج للأسفل، فيطلع عندك صورتين عبارة عن صورة واحدة، أوكي. الآن نروح للمرشحات ونشرب شاهي. لا نروح للألوان، ثم نروح اللي هي المستويات. حاول انك تجيب اللون الابيض بالمنطقة هذه، واللون الاسود برضه تجيبه وتسحبه بالمنطقة هذه، بحيث ان الصورة تكون عندك يعني واضحة بقدر الامكان او حادة بقدر الامكان. اوكي، طبعا انت ممكن تعدل تحت حسب ذوقك الى اللون المناسب لك، لكن الان ما خلصنا. اضغط على نعم ثم اذهب الى الوان مرة ثانية، ازالة التشبع، بحيث ان اي لون موجود يشيله ويبقى عندك الوان رمادية فقط. طبعا ممكن تختار اي واحدة من هذول، طبعا الفروقات بسيطة جدا لان الصورة اللي عندي ما راح تبين بها التعديل هذا. الان راح اضغط على الوان، نرجع لمستويات مرة ثانية، نزيد الابيض بس كذا، اوكي. يعني شوي برضو اوكي، نعم. ممكن انك اذا ما عجبتك الضوضاء هذه اللي حول الصوره، ممكن انك تمسحها بشكل يدوي عن طريق المساحه، هذه المساحه، اوكي. ابدا بالمسح، الله يسلمك. او انك ممكن انك تجيب فرشه بيضاء اذا كنت حابب تخليها خفيه بيضاء، طبعا بحيث انه يكون الواقع كانه قلم رصاص. هذا القلم ابتعد قليلا، اوكي، ممكن نختار اللون هذا ابيض ونبدا نمسح بالمنطقه هذه. طبعا انت واحترافك، طبعا اذا كان الموضوع ما عجبك. الى هنا انتهى الدرس، نشوفكم ان شاء الله في درس قادم وفي امان الله.